أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. يواصل أبناء المهر اعتصامهم لليوم 12 على التوالي المطالبة بتوفير الخدمات وبسط سلطة الدولة على المؤسسات الرسمية ورفض أي تواجد لأي قوات عسكرية غير رسمية في المطار والمنافذ البرية والبحرية. بيان صادر عن اللجنة التحضير الاعتصام قال إن الخطوات التصعيدية ستستمر حتى تحقيق المطالب، وأكدت تصريحات وشعارات المعتصمين على أن المهرة ستظل مؤيدة للشرعية وللتحالف ولكن في إطار احترام السيادة الوطنية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش هذا الموضوع في محورين: عن الخطوات التصعيدية لأبناء المهرة في حال لم تستجب لمطالبهم، وخيارات التحالف في التعامل مع مطالب احترام السيادة الوطنية. رغم مرور أكثر من 10 أيام على اعتصام أبناء المهرة الرافض لعسكرة الحياة في محافظتهم، إلا أن السعودية وفق مصادر محلية زادت من تعزيزاتها العسكرية في مطار الغيضة في الوقت الذي لم يصدر فيها أي موقف رسمي للحكومة من الاحتجاجات السلمية في المهرة. نبدأ النقاش بعد التقرير. المهرة خط أحمر أرضا وإنسانا، عنوان عريض لاعتصامات أبناء المهرة، الاعتصامات السلمية المفتوحة التي بدأت في 25 من الشهر الماضي رفضا لما أسموه بعسكرة الحياة في المحافظة وتوفير الخدمات الأساسية. اللجنة التحضيرية للاعتصام المهري قالت في بيانها إن الاعتصام مستمر حتى تحقيق المطالب المعلنة، مؤكدة وجود خطوات تصعيدية للحفاظ على السيادة الوطنية. الاعتصام المهري ليس موجها ضد وجود التحالف ضمن إطار الشرعية، لكنه كما تقول شعاراته ضد تجاوزات التحالف المخلة بالسيادة وتدخلاته في المؤسسات العامة، حيث يطالب المهريون بعدم السماح لأي قوات غير رسمية بالقيام بالمهام الأمنية والتواجد في المنافذ الحدودية. يعود التواجد العسكري للسعودية في المهرة إلى ديسمبر من العام الماضي، حيث دفعت السعودية بتعزيزات عسكرية إلى المطار والمنافذ البرية والبحرية تحت لافتة مكافحة التهريب. ومع أن مطلب خروج القوات السعودية من المطار والمنافذ البرية والبحرية مطروحة في الشارع المهري منذ يونيو الماضي، إلا أن مصادر محلية أكدت وصول 4 طائرات عسكرية إضافية إلى مطار الغيضة. لم يصدر من الحكومة أي تعليق حتى الآن على اعتصامات أبناء المهرة التي تؤكد دعمها للشرعية، لكن تلك الاعتصامات تلقى تأييداً من شخصيات في السلطة المحلية. وفيما يبدو فإن النجاح الذي حققه أبناء سقطرة ضد التواجد الإماراتي في مايو الماضي أصبح دافعاً قوياً لأبناء المهرة للمطالبة بحقوقهم واحترام سيادة محافظتهم وبلدهم. نبدأ النقاش مع علي مبارك بن محمد أحد المعتصمين في المهرة. أهلا بك أخ علي. مرحبا فيك أخي. أكثر من 10 أيام إذن على الاعتصام، لو تحدثنا عن وضع المعتصمين من حيث الحجم، وهل هناك مطالب جديدة أم ما زالت هي تلك هي المطالب المعلنة 6 المطالب؟ مرحبا فيك أخي وبالمشاهدين الكرام جميعا. طبعا الأعداد لا زالت في تزايد والحجم يكثر يوما بعد يوم. المطالب هي نفس المطالب ولا نخرج عنها، هي المطالب 6 المتكونة في أهدافها المعلنة. أما عن المعتصمون فهم مستمرون في الاعتصام وهم متواجدون بالساحة، لا يخرجون عنها، وهم على قلب رجل واحد مع المطالب هذه المؤكدة. مطالبهم مشروعة ومطالبهم ليست مستحيلة كما يتكلم البعض، فمطالبهم هي عن السيادة وعن ما يحصل الآن. فالمعتصمون شعاراتهم هي دائما مع الشرعية ومع فهم ترقى المشير عبد الرب منصور هادي، وكذلك مع التحالف، فهم لا يخرجون عن هذه الشرعية ولا كذلك عن التحالف. ولكن هناك تجاوزات، وهذه التجاوزات لا يرضاها المهرة ولا يرضاها الشعب المهري، فخرجوا سلميين لا يحملون إلا اللسان والقلم، خرجوا من أجل هذه السيادة ومن أجل هذه المطالب التي هي مطالب مشروعة ومطالب. طيب قبل أن نتحدث عن التجاوزات أخ علي، لو نذكر فقط بالمطالب 6 المعلنة التي تقول أن ما زالوا المعتصمون على موقفهم الثابت من هذه المطالب 6. المطالب هي أهم هذه المطالب: ارتفاع المواني والمطار تحت إشراف السلطة المحلية وعودتها إلى نشاطها السابق، وكذلك عدم التجنيد خارج المؤسسة العسكرية والأمنية، وهذه هي أهم هذه المطالب. هناك طبعا عدة نقاط تقريبا مكونة من 6
أهداف، ولكن هذه أهمها أن ترجع كذلك حركة التجارة أن تعود إلى سابقتها في منفذي شحن وصرفيد، ولأن هناك حصل بعض الضغوطات من قبل الأخوان الأشقاء في التحالف بعدما أتوا وعملوا على أشياء بعض الأشياء وبعض الضغوطات على حركة التجارة والاستيراد، كذلك عملوا على وحولوا طبعا حولوا المطار مطار الغيضة إلى مطار عسكري وهو مطار مدني، وأهم هذه المطار بأننا نطالبهم بعودة المطار إلى نشاطه السابق وأن يكون مطالب أن يكون مطار مدني. طيب أيضا من الأخبار الواصلة من المهرة أنه بالنسبة للاعتصام هناك انضمام أيضا لبعض القبائل لهذا الاعتصام، لو تضعنا في تفاصيل الوزن الاجتماعي والسياسي لهذه القبائل المشاركة في الاعتصام. جميع القبائل موجودة في الاعتصام، جميع قبائل المهرة وكذلك حتى قبائل الصيعر وأغلب القبائل موجود، بل جميع القبائل هي المتوفرة وموجودة في الساحة، لا يخرج عن هذا الإجماع أي مهري غيور، فكل المهرة موجودين ومرابطين في الساحة لا يخرج عنهم أحد، هم مطالبهم مكونة ومطالبهم معروفة ومعترف فيها. طيب نشرك معنا بالنقاش أيضا الدكتور عبد الله الغيلاني الكاتب والمحلل السياسي العماني من مسقط، أهلا بك دكتور عبد الله. مرحبا بكم، الصوت ليس واضحا بشكل كافي معي. طيب تسمعني الآن بشكل أوضح؟ أسمعك ولكن بشكل منخفض. طيب إذا أمكن للإخوة في يرفعوا الصوت حتى يتمكن الدكتور عبد الله من سماعي بشكل أوضح. طيب دكتور عبد الله أكرر الترحيب بك، إذا نتحدث عن استمرار الاعتصام في المهرة، قراءتك لهذا الاعتصام المتواصل في المهرة، كيف تنظر لاستمراره وأيضا للنتائج التي يمكن أن يحقق هذا الاعتصام؟ نعم، أنا أتصور أن هذا الاعتصام وما سبقه في أماكن أخرى سواء في المهرة ذاتها أو في سقطرة أو في محافظات أخرى إنما يأتي في إطار التداعيات المرتقبة، إذ أن التحالف لم يعد ممسكا برسالته أو متمسكا برسالته التي جاء من أجلها إلى اليمن. حدث انحراف في الاتجاهات العسكرية والسياسية، وبالتالي مثل هذه التداعيات إنما تأتي في إطار يعني النتائج المتوقعة، يعني حتى وإن كانت الحكومة الشرعية ربما تتعامل مع هذا الانحراف الذي يعني صدر عن التحالف بشيء من الدبلوماسية كما تسميها، ولكن الشعب اليمني بمجمل فئاته وطوائفه وتلاوينه السياسية لا يمكن أن يصمد كثيرا على مثل هذه يعني الانحرافات التي صدرت عن التحالف، وبالتالي فأنا أتصور أن ربما رقعة يعني هذا الاعتصام أو الاحتجاج أيا كان شكله أو التعبير عنه، رقعة الاحتجاج ربما تتسع في الأسابيع والأشهر القادمة، وبالتالي هذا يدعو التحالف إلى إحداث مراجعة في مقارباته في اليمن سواء على الصعيد العسكري أو على الصعيد السياسي أو الإنساني. فيما يتعلق بالمهرة بطبيعة الحال ليس هناك مبررا واحدا لوجود عسكري للتحالف في محافظة المهرة، المهرة بعيدة جدا عن ساحات القتال ولم يصلها الحوثيون، وبالتالي ليس هناك ما يبرر يعني وجود عسكري ولو حتى على يعني المستوى الرمزي. فمحافظات من قبيل المهرة وحضرموت هذه بعيدة عن يعني مسرح العمليات القتالية، فليس هناك ما يبرر ربما يعني لا يوجد أي فعل عسكري. طيب دكتور عبد الله تقول أنه لا يوجد أي فعل عسكري يستدعي وجود قوات للتحالف في المهرة، لكن هم يبرروا التواجد العسكري بهدف مكافحة التهريب، الأسلحة التي يقال أنها تصل للحوثيين من خلال هذه المنافذ. أولا إن كان هذا هو الهدف فهذا لا يستدعي هذا الوجود المكثف، هناك تشكيلات عسكرية مكثفة الآن في المهرة ولا يمكن يعني أن يبرر هذا الوجود العسكري الكثيف بمكافحة التهريب أو التصدي للتهريب، التهريب لا يحتاج إلى كل هذه القوة المسلحة، هذا واحد. الأمر الآخر موضوعيا أنا هنا يعني لا أدافع عن سلطنة عمان أو عن السياسة العمانية، ولكن أقول موضوعيا لا يمكن تهريب السلاح عبر المهرة ويصل الحوثيين، لو فرضنا أنه دخل إلى المهرة فإن أمامه آلاف كيلومترات
حتى يصل إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وهذه المناطق هذه المنازل حتى يصل إلى صنعاء أو إلى قبل صنعاء سيمر بعدد من يعني نقاط التفتيش، هذه كلها تسيطر عليها يعني قوات التحالف والقوات المتحالفة معها، فأن لسلاح يهرب عبر المهرة أن يصل إلى يعني شمال اليمن حيث يعني تواجد الحوثيين ويمر بكل هذه المنافذ. فموضوعيا هذا أمر يعني مستبعد تماما ويعني لا يقبل. طيب سقطرة، لماذا الوجود العسكري في منطقة مثل سقطرة مثلا؟ هل هو أيضا لمنع التهريب؟ أنا أقول أن هناك يعني آن الأوان لل يعني صانع القرار الاستراتيجي في التحالف لأن يعيد النظر في كل هذه المقاربات، إذ أن التداعيات الآن تعود بالضرر ليس على اليمن فحسب وإنما على التحالف أيضا. يعني هذه المقاربات أو هذه المسارات السياسية التي يسير فيها التحالف اليوم هي تزرع الشوك وغدا لن تحصد العنب. اليمن في يوم ما سيستقر وسيعود إلى وضعه الطبيعي، والشعب اليمني لن يسمح لحالة الاضطراب هذه أن تستمر إلى الأبد، وعندئذ يكون التحالف قد زرع الشوك وبالتالي فلن يحصد إلا الشوك. فأقول آن الأوان، وخاصة المملكة العربية السعودية التي هي يعني الدولة المحايدة لليمن، فيعني اليمن بخيره وشره سوف ينعكس على الأمن القومي السعودي، فآن الأوان لصانع القرار الاستراتيجي في التحالف أن يعيد النظر في كل هذه المقاربات العسكرية والسياسية. طيب تبقى معنا دكتور عبد الله، وشارك معنا من المهر الأمين العام للمنظمة الشبابية الأخ محمود ياسر. أهلا بك أخ محمود. أهلا وسهلا. بالنسبة لك كيف تتابع ما يحدث من احتجاجات شعبية، إلى أين وصلت، وأيضا كيف يمكن وصف الإقبال عليها في الانضمام خصوصا من قبل القبائل والمكونات السياسية داخل المحافظة؟ أخ محمود، هذا الاعصام لبناء المهرة اعصام مشروع وكفل الدستور اليمني يقدم مطالب أرادوا بها إلى دول التحالف الداعمة للشرعية وكذلك السلطة المحلية في المحافظة، وتوافدت عليها أبناء المهرة من كل حزب وصوب بكافة مكوناتهم بكافة شرائحهم بكافة قبائلهم بكافة أطيافهم، حتى يقولوا أن المهرة هذه محافظة مسالمة، محافظة تحب التعايش الصيني وتحب الخير والرخاء، يريد أن نبعدها عن ساحة النزاعات وساحة العروض وساحة المخاطر، لأن هذه المطالب التي قاموا بها أبناء المهرة كلها مطالب مشروعة، مطالب حقوقية، أراد بها أبناء المهرة أن يوصلوا صوتهم من السلطة المحلية التي تجاهلت كثير من الأشياء منها، حتى الآن هي لم تعطي أذن ساقية لما يحدث في هذه الساحة وما يحدث فيها، ولم تحسب لمديرات الأمور حساب. بالتالي نطالب السلطة المحلية أن ترى هذه المطالب بعين الصواب وأن تناقش هؤلاء المتعصبين بمطالبهم، لأن مطالب حقوقية مشروعة وسلمية، يراد بها إيصال صوت المهرة إلى العالم لأننا نحن شعب مسالم وشعب يريد أن نحافظ على بلادنا على محافظتنا على أرضنا، وأن هذه المحافظة فيها من جميع أبناء المحافظات بوابة شرقية للجميع مفتوحة على مختلف دول الخليج، هي لذا نريد أن نجنب الصراع ونجنب الحروب وإيلات النزاعات. طيب بالنسبة للتعاطي مع مطالب المعتصمين، كيف تقيمون هذا التعاطي سواء من التحالف أو من الحكومة الشرعية؟ والله نحن الآن نرى أن هذا التعاطي الآن لا زال في نوع من البرود ولم تسبق الأحداث، نحن بدأنا في الأيام العشر الأولى، فقد يكون لم تصل إلى التحالف أو السلطة المحلية الصوت من قبل بهذه الطريقة، وقد يكون هذا الأمر مفاجئ لهم أو قد يكون أحد ارتباك أو اختباط لبعض الأمور التي تحدث في المحافظة، لأن هذه المحافظة هي جهات تراد لها أن تنجر إلى حروب وإلى ويلات لا يحمد عقباها. فنطالب نحن السلطة المحلية خاصة والتحالف دعم شرعية أن ينظر لهذا الاعتصام بنظرة جدية، إن أبناء المهرة مطالبهم سلمية وشرعية، أرادوا أن يوصلوا لصوتهم فقط، أرادوا أن يعطوا مطالبهم
أرادوا أن يحافظوا على سلمهم وتضامنهم وتعايشهم في هذه المحافظة. طيب أعود للأخ علي مبارك من المهرة أيضا. أخ علي، إذن ربما البيان الصادر عن اللجنة التحضيرية للاعتصام يتحدث عن أن هناك ربما ستكون خطوات تصعيدية إذا لم يتم الاستجابة لهذه المطالب، ما هي هذه الخطوات؟ طبعا هناك خطوات تصعيدية ولكنها لا تخرج على المسار السلبي، فهي خطوات سلمية تصعيدية بحشد أكبر عدد ممكن وبتصعيد الناس وبرفع الشعارات وبرفع الأعلام والصور. الأخ فخامة الأخ المشير عبد الله المنصور، هذه لن يكون هناك أي تصعيد أو أي حاجة ثانية تخرج عن هذا المسار السلمي. فنحن المهرة منطقة مسالمة، منطقة بعيدة عن الصراعات دائما، فهي تحافظ على تماسكها وعلى سلميتها. نحن المعتصمون نؤكد على سلمية اعتصامنا كما نؤكد تمسكنا شرعية المشير عبد ربه منصور هادي، وأننا لسنا ضد التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية كما يغرض البعض، بعض الإعلاميين وبعض الكتاب، أن الذين يريدون دس السم في العسل والذين يحاولون الاصطياد في المياه العكرة، الذين يقولون أن المعتصمون ضد التحالف وأنهم يتبعون تنظيمات أو أنهم يتبعون دول أو كذا. فنحن نؤكد على أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأننا مع الشرعية ومع أفهام تراخي الرئيس المشير عبد الله المنصور هادي ومع التحالف. لكن هناك هذه المطالب وهذه التجاوزات التي يطالب المهريون أن ينظروا إليها، أن ينظر التحالف والشرعية بعين الاعتبار وأن يأخذوها وأن يجلسوا لها وأن يراعوا المعتصمون وأن لا يتجاهلوهم، لأنها صحيح أن المعتصمون يحافظون على السلمية وعلى وهمهم أمن واستقرار المحافظة، ولكن على التحالف أن ينتبه وأن يراعي المعتصمون. طيب أعود للدكتور عبد الله الغيلاني. دكتور عبد الله، كيف تنظر إلى مآلات هذا الاعتصام؟ هل تعتقد أن الأمور ستتجه نحو الحلحلة أم ربما نشهد تصعيد؟ هناك إشارة ربما في البيان الصادر عن المعتصمين أنه ربما تتخذ خطوات تصعيدية، هل سيتم الاستفادة من درس سوق قطرة؟ نعم، أنا أتصور إذا نظرنا إلى المسألة في سياقها الكلي بقطع النظر عن الخطوات التي ربما يعني تتخذ فيما يتعلق بهذا الاعتصام، ولكن المسألة في جملتها حتى لو حدث نوع من التراجع أو من التخفيف أو الاستجابة الجزئية لهذه المطالب التي يطرحها المعتصمون في المهرة، أنا أقول أن هذا لا يحل الإشكال. الذي يحل الإشكال هو الصيرورة إلى حلول جذرية، والحلول الجذرية تتصل بأن تقوم على أن التحالف يعني يحدث مراجعة شاملة لحضوره في اليمن سواء حضور العسكري أو السياسي. لابد أن تعطى هذه الحكومة فرصة كاملة لإدارة المناطق المحررة. اليوم المناطق المحررة سواء في شرق اليمن أو في جنوبه، رغم أن شرق اليمن لم تحرر هذه المناطق لأنها لم تحدث فيها معارك أصلا، ولكن أقول المناطق التي هي بعيدة عن ساحات القتال الأولى أن تقام فيها مشاريع خدمية لتكون نموذج لبقية المناطق ولتكون عوامل جذب. هذه المناطق اليوم لا زالت تعاني من الشح في كل الخدمات التعليمية والصحية والكهرباء والمياه وغيرها، حتى تحولت الأزمة اليمنية إلى الأزمة الإنسانية. طيب أذهب للأخ محمود ياسر. أخ محمود. نعم. طيب تحدثنا ربما عن الخطوات التصعيدية وإمكانيتها، ماذا عن خيارات التحالف في التعاطي مع مطالب المعتصمين؟ والله نحن أبناء المهرة وجهنا مطالب مشروعة ومطالب حقوقية وخدماتية نراد بها أن تتحقق خياراتنا، والتحالف له خياراته، لكن نحن نفضل أن يكون التحالف خيارات سلمية، خيارات حضارية، حوار ونقاش وسمع صوت الآخر حتى نعيش كلنا في سلام ووئام في هذه الأرض. فخيارات التحالف موجودة له هو، نحن لا نفضل خيارات التحالف، نحن أمام مطالب سلمية حقوقية لأبناء المهرة
خرجوا بها أرادوا أن يرفعوا صوت مجموعة جماعة أنحاء العالم أننا شعب حضاري مطالب حقوقنا سلميا، بعيد عن الميليشيات، بعيد عن الحروب، بعيد عن السكنات العسكرية، بعيد عن النزاعات، بعيد عن فتن القبلية وتوزيع السلاح، بعيد عن تهميش السلطات المحلية في كل مكان. أصبحت السلطات المحلية في المديريات ولا في المعارضة لا حول لها ولا قوة، أصبحت مهمشة. تعامل مع أفراد، تتعامل مع جهات، لا أريد أن تكون السيادة للسلطة المحلية في المحافظة، سلطة الدولة، الإرادة أن تعود الشرعية إلى اليمن بكافة أهدافها ومبادئها، وأن التحالف لها أهداف معلنة معروفة. نريد أن التحالف يعود إلى أهدافها المعلنة الذي عرفها جميعا، ونحن ليس ضد التحالف ولا ضد الشرعية ولا ضد أي شيء، ولكننا نطالب بحقوقنا بصورة سلمية حضارية، يراد أن تحقق على أرضنا. ريد صوت يناقش، يريد صوت يرجع إلى الحوار، إلى النقاش، إلى السؤال الحضاري، إلى الأسلوب الحضاري والتعاطي السلمي، بعيد عن الحروب، بعيد عن النزاعات، لأن هذه المحافظة محافظة بعيدة ناية عن الحروب وعن المشاكل. نريد أن نجنبها ونجنب أبنائنا هذه الفتن. نريد خدمات الكهرباء، شبه مقطوعة المياه، شبه متعثرة خدمات الطرق بعد الإعصار الأخير، طرق منافذ البحر خط صرفية تواجه كثير من المشاكل. نريد أن الاتحاد ينظر إلى هذه المشاريع، إلى هذه الأمور، إلى البنية التحتية. لا نريد تكتلات ولا ميليشيات ولا عسكرة ولا تنتينات عسكرية. نطالب سلمية السيادة الوطنية بأسلوب حضاري. لذلك أبناء المهرة خرجوا كلهم، الطفل والمرأة والشيخ، لأنهم أرادوا أن يحافظوا على أرضهم وعلى وطنهم. هذه أبناء المهرة يحكمهم أعراف وقبائل وأعراف قبلية تحكمهم، لا يريد أن يدخلوا في شراعات فيما بينهم ولا نزاعات، ولا يريد أن يكون أطراف أخرى تشق لحامهم أو تشتت أمورهم. لذلك خرجوا كلهم، حتى السلطة المحلية في المديريات المحافظة موجودة في الاعتصام، لأنها أصبحت مهمشة ولا حول لها ولا قوة. لذلك عدت تهمش السلطة وتهمش الدولة. ماذا يحدث؟ طبعا انت ربما تحدث عن تهميش، وهذا يقود الى سؤال عن مستوى حضور الشرعيه في مؤسسات الدوله داخل المهره. كيف يمكن وصف حضور الحكومه الشرعيه في المحافظه؟ الحكومه الشرعيه لا هي بعدم وليست في محافظه المهره، ونحن نعمل ان تنزل منهم لجنة أو وفد منهم إلى المحافظة لتلمسوا همومهم وتلمسوا مطالبهم ويسمعوا صوتهم ويرفعوها إلى التحالف. هذه حكومة شرعية للجميع. إذا كانوا هم في عدن فنحن رفعنا صوتا من المهرة حتى يسمعونا ويستجيبوا لنا ويطلبوا مطالبنا، أنهم هم حكومة شرعية في هذه البلاد، والتحالف دعم لهذه الشرعية وأهدافها معلنة. لا نريد أن ندخل نخوض في أمور ونزاعات وحروب نحن في غنى عنها. نحن نطالب الشرعية أن تستجيب لهذه المطالب، أن تسمع هذا الصوت، أن تناقش هذا الصوت، أن يكون لنا نفتح قنوات الحوار فيما بيننا، أن نناقش فيما بيننا، بعيد عن السلاح، بعيد عن الفتن، بعيد عن التكتلات، بعيد عن هذا الشيء، لأننا نحن محافظة أصبحت في يوم من الأيام في بداية الحرب بوابة لجميع أبناء المحافظات، لجميع أنحاء العالم، محافظة حدودية على معظم دول الخليج، فلذلك هي محافظة حساسة، ومحافظة تحب التعايش السلمي، ومبدأ الحياة السلمي، نريد خدمات، صحة، أطفالنا يريد العلاج، يريد التعليم الصحيح، يريد الخدمات، يريد هذه الأشياء. الشعب لا يريد حروب، لا يريد نزاعات، لا يريد فتن، هذه المطالب الموجودة على الساحة. أشكرك جزيلا. الشعب الآن أصبحوا يطالبوا فيها. أشكرك جزيلا أخ محمود ياسر الأمين العام للمنظمة الشبابية. أختم مع الأخ علي مبارك في كلمة أخيرة. أخ علي، تعليقك حول ماذا لدى التحالف العربي من خيارات للتعاطي والتعامل مع مطالب المعتصمين؟ ما مع التحالف إلا أن يجلس مع المهرة وأن يجلس معهم على طاولة الحوار وأن يأخذ مطالبهم بموضوعية وأن يحقق لهم ما يطلبونه، لأن المهرة شعب قبلي، شعب لا يرضى التهميش والإقصاء، شعب مكوناته الاجتماعية دائما ما تتكون إلا على الشيء اللي يتفقون عليه. فما دامهم اتفقوا على أن التحالف خارج عن مساره وتعاطى مع الأحداث بشكل لا يتماشي مع الوضع المهرة، فما مع التحالف إلا أن يرجع معهم وأن ينفذ ما يطالبونه وأن يجلس معهم. نحن ندعو، نحن من المعتصمون
ندعو الشرعيه بقياده المشير عبد الله مصر الهادي، كما ندعو التحالف العربي بقياده المملكه العربيه السعوديه ان يجلسوا مع يجلس مع المعتصمين، وان لا يتجاهلوهم وان لا يكونوا في مبعد عنهم. فمطالبهم ليست المطالب المستحيله، مطالبهم مشروعه، ومطالبهم ليست مستحيله، فمطالبهم سهله، ومطالبهم يريدون سياده الوطن، سياده المنطقه، لا يريدون التجنين خارج الشرك العسكري، يريدون عودة التجارة إلى سابقتها، يريدون أن يكون المطار مطار مدني. أما أن يكون لهم أهداف زي ما أعلنوا أهداف عاصمة الحزم وغيرها، يعني أن يحافظوا على الأمن وأن يدعموا المحافظة دعم لوجستي، فهذا شيء طيب ونحن معهم، ولا نرد ما يأتون به. نحن بحاجة إلى خدمات، بحاجة إلى طاقة، بحاجة إلى كهرباء، بحاجة إلى ماء، لسنا بحاجة إلى الكم الهائل الموجود من الأسلحة ومن الطيران ومن القوات. فنحن بحاجة إلى خدمات ولسنا بحاجة إلى الكم الهائل هذا من الأسلحة. فنطالبهم أن يأخذوا مطالبنا بعين الاحتباس، وأن لا يهمشونا وأن لا يرثونا. فنحن الشعب المهري شعب حر أبي لا يجلس، وعاش المهرة حر أبيه. أشكرك جزيلا أخ علي مبارك، أحد أبناء المهر المعتصمين، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زاوية الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج، نلقاكم غدا وحلقة جديدة من برنامج زاوية الحدث، في أمان الله.